النهارده عايز اقول لك ايه الحالات اللي كانت في المباراه، ايه الحالات الجدليه. بس المباراه مش ده من وجهه نظري، الله ما اعرفش وجهه نظرك ايه، بس ما عرفتش امسك حاله جدليه. يعني ما تقدرش تقول مثلا في حاجه واضحه وصريحه صح ولا غلط. تتفق معايا ولا تختلف؟ لا انا عايز اقول لك، اخدك في حته ثانيه خالص يا كريم. يا ريت. انا بتكلم ده درس لكل حكم، مش حكم اللي كان مناره، درس لكل حكم مصري، عشان لما تجيلك هديه يجيلك هديه في بدايه المباراه استغلها. أيوة. لان الهديه دي تبقى المفتاح اللي بتنجح في المباراه. صح. في الدقيقه الاولى الحكم جات له هديه وخدها. فالهديه دي كسبته المباراه، هي دي ده مفتاح المباراه. هي ضربه الجزاء. اللي هي ركله الجزاء. اه. وبالتالي ركله الجزاء صحيحه، الراجل كان موجود في مكان ممتاز. في الثانيه حاجه و20 ثانيه. يعني ما كملش الدقيقه والراجل احتسب بمنتهى الثقه والركله الجزاء صحيحه وتم مراجعتها من الفار. هو ده المفتاح اللي اي حكم لما بتجيله الهديه دي يستغلها ينجح في المباراه للاخر، وبالتالي انت ما لقيتش بعد كده حاله تحكيميه ممكن تقف عندها. يعني اللقطه دي اللي في الدقيقه الاولى هي نقطه نجاح الحكم في المباراه. صح. هو عمل مباراه هايله جدا، ما فيش حاكم لحد النهارده موجود في مصر او الفريقين في الملعب حسوا بالحكم. نجح بالمباراه نجاح غير طبيعي. كان في الاخر التحكيم النهارده ما كانش موجود في الملعب، مش حسناش بالحكم، وده نجاح للحكم. طيب انا عايز بس بقول لك المبدا.